نعم. فضيلة الشيخ غفر الله لك ولوالديك، هل يجب تحريك ومن الخاتم؟ ومن قال ومن سمع؟ نعم. هل يجب تحريك الخاتم والساعة أثناء الوضوء؟ أي نعم. الفقهاء قالوا يسن تحريكه، يسن تحريكه، ولكن إذا كان ضيقا فلا بد من تحريكه، لأنه إذا لم يحركه لم يصل الماء إلى ما تحته. والله عز وجل يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم، فلا بد من غسل اليد كلها من أطراف الأصابع إلى المرفق. نعم.